يا سهى، انت فين يا بيبي؟ ايه ده انت قربتي قوي. طب يلا بقى، انا مستنيكي، ورانا شغل كتير، مش هينفع كده. يلا باي. طفتوا ليه؟ انا بتفرج. مفيش حد بيتفرج على حاجة يوم الخميس. يوم الخميس معروف ان احنا لازم ننام بدري فيه. ننام بدري ليه؟ ما هو بكرة اجازة. ما عشان بكرة اجازة ننام بدري فنصحى متأخر، هي معروفة كده. طب انت هتنام دلوقتي؟ لا انا مش هنام. انت مالك؟ انت مش هنام؟ انا طب اشمعنى انت مش هتنام وانا هنام؟ انا ما بنامش يا سيدي. في حد ما بينامش؟ ايوه في حد ما بينامش، السمك ما بينامش. بس انت مش سمكة. احنا هنستظرف ولا ايه؟ انت تسمع الكلام وتنام في ثانية، تغمض وتحلم كمان، فاهم ولا لا؟ بس انا مش عايزة انام. هتنام يعني؟ هتنام بقولك. يلا نام على الدقلب كده اهو. ايه النضارة دي؟ ما اسمعلكش صوت خالص، نام.